يا رب تكون رسالة وصلت يا مروان. ها؟ قاع الشير. عاملين ايه يا جدعان؟ احمد اسامه لو من داخل درس الفرنساوي بقول لك واحد تلعب ست شرع فيس الو يا احمد اسامه عامل ايه؟ بس انا دماغي دلوقتي عايز اللي هو هو في مشكلة في الاليرت بيتعاد كذا مرة، مش عارف السبب، بيتعاد له بتاع 3 مرات كده، ده خطر. يا رب دايما يا باشا ركز بس في الدرس. ها اوكي، محتاجين نعمل ايه؟ هلعب مين؟ هلعب شن. ايه شن؟ شن وشوجس. اوكي قدام ميريليا. اي كان بلاي. ممكن انزلها فايتر واكسبها عادي يا جدعان، بس انا لا، انا بفضل ان انا عايز العب الميتا دي كلها تنكر، عشان انا برونز بالفايتر اساسا كده كده بضيع حقي في الجيم بالترول بتاعي، والفايترز عايزين تركيز اكتر من التانكس هما في كل حاجة. انا خايف اخد بتاع ده. خايف اخد كوبر رايت والله، مع اني غير سطاتي خالص. فين الروينز؟ طيب الروينز كانت بتاعت شن يعني اخر مرة انا فاكر. هي الميتا دلوقتي لان مش متابع اللي حصل قبل من قبل السيزون ما يخلص. هو قبل ما السيزون ما يخلص كان اتروكس توب ميتا وداريوس وكامل والناس دي، بس بعد كده يعني حصل شوية تغييرات في التانك ايتم، فايسينك يعني ان الميتا جاي هيبقى تانكات حلو خالص يعني. نزلت شوية ايتمز تانكات جامدة. رابع شكرا على العكس. ايوه اللي ده فين توب. قلبي مش شايفه. طب منام، شكرا على الاكل. انت تعالى جاي تاني ولا شكلها كده بس؟ هو يا منام نلعب في بنج 80 90 عادي عادي، اللي يجي منهم احسن منهم. وشوية التغييرات برضه يا جدعان، ان المينا داخلين على تطور كبير. اخويا لؤي حبيبي يا اسطى، شكرا لك. عامل ايه يا لؤي؟ ايه الجيم هيدخل ولا لا؟ ندخل سنة، هنقعد سنة. هيلعب بسين يا لؤي، تلاقيه جامد دلوقتي.
بنج 80 عادي يعني. عادي عادي، أمي تقول عادي. بروكن يا اسطى، انا اي ثينك ان التنكات كلهم هيبقوا جامدين دلوقتي. كسانكي، كسانتي، يب يس كسانتي جامد. بقول لك التنكات دلوقتي هيبقى هيظهر العهد بتاعه. عمر شكرا عليك. ايوه بس قابلت ليه بتاع 3 مرات يعني. ماشي، مشكلتهم ويحلوها بقى. ممكن الاكستريم الجاي ده المشكلة تتحل. ريليا ميد قدام هذا دلوقتي على اساس السيزون اللي فات كانوا ضعفين. اي بس ما كانوش على فكرة السنة اللي فات كان اتوك، كان واكل في سين يعني. فكك بعد كده اقسم بالله العظيم. هو كان كام تانك اللي بيلعبوا بس فاهم، هي التانكات كان لعب الدس حقهم. ماشي الماتش ده رخم خالص. قدامك رينج تمام، قابل 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 كريت ريدز. يا اسطى شوكت ده في القلب يا اسطى، الميل القديم بتاعي بعد اذنك يعني مالكش دعوه بيه. طب ايه طيب؟ التنكات يا جدعان هيلعبوا لهم بين توب عشان نريح بس الموضوع ده، ما نخليش فيها تنكات خالص. خلاص انا اقوياء ودلوقتي بقى ما بيموتوش يعني. نشوف والله. ريليا نزل سخنه في الميل، حسدناها. طب ايه طيب، ما تيجي رينج تطور يعني. انا عايز تيجي رينج تطور. انا عارف ان انا ما حرمتش والله، بس يعني غصب عني والله. هم اللي خلوني اعمل كده يعني. عادي يا جدعان ما تفرمش. ايتمز التانك رخيصه. بص ما تفرمش، ما تموتش، اهم حاجه ما تموتش. عشان في التوب لين دلوقتي سمعت ان اقوى اكسبيرينس هيبقى في التوب لين. التوب لين هيطلع ليفل 6 قبل اي لين. اي موت هتلاقي اللي قدامك ركب الجيم حرفيا. اوكي خلاص يا عم بين، خلاص يا صدقت يا صح، عشان ربنا مديك يعني. اضرب كمان وكمان، عايز اتوب يا عمي. اوكي ممكن افرم بعد اذنك يعني. خلاص كفايه وان اوتو يعني، كفايه حلو ليك خالص والله العظيم. عمي امي واه، احلى فلاش. هلب هلب، انا ما خدتش بالي من كين هيكون في التوب سايد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابو لولو، عامل ايه؟ والبنج يا جدعان مش الطف حاجه، بس قشطه يعني. حاول نلعب وخلاص، ما تفرمش ما تموتش. بيست تانك ان ذا جيم، هتشوف بين توب وفيورا. ما يقدر كاونتر ليهم. تعامل انت بقى، موت والنبي، والنبي موت. الله اكبر. اوه يا دين ام، سيب الليل سيب الليل. انا هختبيه هختبيه مات. اوه يما اوكي هضرب تبيه. نايس فلاش وجنايت. موت يا صاحبي، موت يا صاحبي. الحمد لله يا جبل.
وات وات حسن بدين شكله هيبقى جامد. بدين اللي معاه اطلع ليفل 6 ممكن نعمل انت كده انت عارف لو ضربت ار غلط خلاص ايه ربنا مديك ايه لو ضربت ار في وقت غلط خلاص يا بيه مش انا معاك الباور دي اخد اكسبيرينس بس من بعيد كده شكرا على الكتاب ده ماشي اديتها شيل هاخد اسيت الله هو اكبر ده ترتو بلين وين هو شيل من كده اصلا دبل اسيست اهو لعيب لعيب وهلحق الاكسبيرينس يعني لو كنت رحت كمان كنت هخسر انا راحت عليا هتاخد كنت هخسر كتير لو كنت رحت على فكره يا جدعان كويس ان هي كنسلت لي الحمد لله يعني فين انت شامبيون بص عايز طب والله حلو فارمك حلو فارمك قدامي خلاص يا استاذه خلاص يا استاذه سماح سماح اقسم بالله سماح بينادك على الصبح اي حد بيلعب فين توب يا جدعان على الفوت تعالي فري كيل معاش فلاش يعني يا دوبك والله يعني لمستين منك انت اساسا اسيستنت يعتبر هفريز لها الويب شويه فين اقتل اي حد مش عارف اجيبها خلاص الويف واقفة واقفة حلوة هي هتضطر انها تيجي يعني الحال المدلين بتاعك ماجد شكرا على الوقت اوكي ميسنج حد ملاحظ يا جدعان ليفل ليفل 8 والعيال كلهم 7 زي ما قلت لكم اوكي اخد المزايا دي الفكره ان الويف مش واقفه واقفه حلوه اتمنى ان هي ما تعملش سلو باش لا مش اتمنى ان هي ما تعملش لو مش بتعمل سوش للأسف ممكن راح أعمل روم ميد في الوقت ده لو استنيتني هيبقى حلو بس في ورد هنا في كين أنا جاي أنا جاي هتقعد يا تقعد يا رب نوصل شايفين لاش نايس مش معايا اور في فين هنا يا جدعان ادخل عليه ادخل عليه ادخل عليه الويف واقفة مش بطال هنا 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 اقتل يا صاحبي يا ولاد ما يقتل الكلب على المسا يا ولاد ما هو فين المدلين شكلها قلة أدب يا جدعان تعالي اقف هنا تعالي اقف معايا تعالي اقف معايا هكنسل لك الاوتو اخ زي بتر
عشان خاطر ريد الواد بس. على فكرة هي في كل دلوقتي عايز كده تقتلها يعني، تاخد بقى بطارك لو عايز. شكلك شديدة. اوكي اعمل فريز، محتاج بوت ارمر لما تلاقينا يا جدعان. اعمل فريز عادي معايا تبي اجيب بوت ارمر ولا حاجة يعني. هو بيقول لي ستارت ايتم دي مش تمام، بعد كده اجيب المسك. إيه انت عرفت يا جدعان ان هي طلعت من المسك اساسا، سامفاير ما بقتش مسك. مش معايا هور، ارجعي له ليه؟ ارجعي له ليه؟ لا بجد والله قلت لكم يا جدعان الميد لين ده هيبقى جامد والله. كده لو عايز ماشي تيك 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 تيك. شفت يا جدعان انت لما انا هضرب ايه بعيد بصراحه، معاه الويب اكتر مني ملهاش لازمه غير كده. مش هكسبها ايه، مش هكسبها يا امبيون. نايس نايس كلام. امشي وراها الناحيه التانيه يا ابني، امشي ورا الناحية التانية بحيث ان هي لو هتديك ايه تروح ورا فاهم، وانا ابقى الناحية دي. ماشي هنجيب ال ايه، انا معاكم يا جدعان برضه. ايه ست لولو كل حلفائك بقى وفي هتلر. طب لو تنزلي بوت ما انا سيب حد فاهم، اسيب حد تتحد سبته كله والله العظيم يعني. بت بي خليتهم يرجعوا، سبت اللي بالميد. نايس قشطة قشطة. بص شيل اندر ريتد ناخد دريك كمان. صرت دريك صرت دريك. لا لا مش هنقذك بقى، مش معايا ورد. سبحان الله انت اديتها، شكرا على شال الشيلد من البتاع ده يا جدعان صح. شكرا على الكلية اللي اديتها ال عادي بين. تعالى انت بقى هات الدريك بتاعك. اجيب فيجن واجيب الورد الزرقاء والحق التوبلين بتاعي. مش معاكم بصراحة الفايدة دي. اعمله لو حد مات مش هناخد دريك. في ميسنج هنا، انا اعتبر مشاهد الفايت بس خسروها. طب وحش خالص عمل انت. ماشي اخد فيرست ستوريت. كانت حركة عليهم تعمل ايه يا لولو ولا ايه؟ موفن جلانس انها مشيت من هنا. صار فيديو فلاش على ابن في وشي عشان هنا. نايس نايس بنت حلوة فين.
حلوة كانت الشت داون على لولو شكلها طريقة مارفين دي. محتاجة تيف الار بتاعتي بقى الفايطاية جاية. هل اشتري مسك هسيب الار بتاعتي الفايطاية تكون حاسمة بقى عشان زي دريد كده او ريت بتاع نعمل بقى حاجة. هو بيقول لي هات الايتم دي تمام كينو وين اجرب مش نمشي وراهم بس يا جدعان عشان اللعبة دلوقتي بتسهل لك كل حاجة بتقول لك اشتري ايه يعني مش زي زمان. ما فيش رينج ما فيش رينج خالص. بدي نايس. عملتها سيب خدنا فلاش. استنى 5 جولد بس البت دي خدت طاقة التوب قشطة. بيقول لك كل ثانية في الفايتاية بتاخد 3 ارمو و3 ميديك ريزيست ستاك بير سكند. اوكي ماشي حلو الكلام ده. الريفت ده بتاعنا بقى ولا بعد دريك مش معايا ار ومعايا التري بعد كام ثانية؟ 20 ثانية ماشي. ما ينفعش اقعد في الحتة دي هموت يا جدعان. لو وقفت قدامها في اللونج لين مفيش صور بتاع شامل زي فين ده هيجري وراك حرفيا. انت مش ند ليه ان انت 1 في 1 كمان. خليك واقف ورا في منطقة السيف. حتى المنطقة اللي انا فيها دي الوقت دي مش سيف قوي. دي الإهانة يا جدعان. لسه بكمل الجملة. إيش باك يا جدعان. عصام شكرا على الوقت. هما حاسس ان فين هي اللي عامله قلق في الجيم. الموتة اللي انا عملتها دي فشخ الطار. فين ممكن تعمل كاري محتاج اركز بس شوية. فين دي يعني هي اللي هتبقى الفوكس. زومر شكرا على الوقت. ماشي الدريك يا جدعان. في دريك وفي بارون كمان. هنات ريفت توب و مش هدايا مانو طارت. محمد حسن شكرا لك. انا عايز أأمن الدنيا في التوب برضه بحيث ان لا ما ماشي خدنا دريك حلو خالص.
المسك كملت ولا لسه؟ المسك كملت، هرجع اشتريها. برودكت يا جدعان. تمام، بارون على طول، بارون على طول، على طول بارون. خدت واحد من الكارنز المهمين في التيم بتاعهم. محمود سيد، شكرا على الوقت حبيبي. يس ده هو جامد بصراحة، مش هنحتاج الفنس التوب. كنت قصدي هي مفيش حد معاهم تري كده كده يا جدعان. لو حد احتاجني اضرب ما احتاجنيش، اديني واقف الليل بس. يعني مش هما مش محتاجين خالص، انا اتفنس اللي قدامي في اللين بحيث ان هو ما ياخدش برايو في لينز معينه، مثلا ان هو ياخد طار والجو ده كله، كل ده بيعمل بريشر عليك ان انت ما تتحركش على الماب كويس. محمد حبيبي بس شكرا لك. هو المفروض اخلي بالي برضه، بس انا بس يمكن البيت ما تقدرش تقتلني، انا فرق 2 ليفل و والايتم كمان مش عارف الايتم دي قويه في ال1v1 ولا لا، بس هنكتشف ده. انا يعني عارف ان الايتم القويه في ال1v1 اللي هي هيرت ستيل دي. بس نظام انه ان اللعبه تساعدك تقول لك تشتريها يا جدعان، ده يسهل اللعبه فشخ بصراحه، حلوة يعني. خلي اللعبة تصعب في الرانك، لأن أنت لو لاحظت مثلا الناس كتير ما بتعرفش تبيلد. عارفين أنا كانت عدت عليا فترة مثلا إن أنا مش متابع الميتا والجو ده، أنا ما كنتش بعرف أبيلد برضه يعني. الموضوع ده هيسهل الدنيا لناس كتير وهيخلي الجيم صعب، إن الناس هتبيلد صح. ماشي ممكن أطلع توب، أطلع أنا توب كده كده، معايا اور، حد يبص ميد وثلاثة مثلا بوت، واحد واحد ثلاثة حلوة خالص في سيتويشن زي ده يعني، محدش فيهم معاه تي بي فترهقهم. تعبوا ما تعبوا والله. وأي قلق أنا كده كده معايا اور يعني، أنا مش عايز قلق هنا فاهم. احسن مسك على مارفل؟ لا هو تقريبا كل جيم يا اسطى هي اللعبه بتحدد لك انهي احسن مسك فاهم، فانت هتلاقي الدنيا سهله يعني معاك، هتلاقي اللعبه بتقول لك تلعب بايه، مش محتاج انت تسالني انا بصراحه لسه برضو بكتشف يعني، عشان ما احورش عليك فاهم. اخويا ياسر عامل ايه يا باشا؟ نور معايا نور ياض. كمل كمل يا صاحبي، كمل كمل ايش عادي. انا نزلت على الطلب الثلاثة، وحشني يا رب النت ما يعملهاش تاني بقى عشان ما اعرفش اتفرج على الستريم. والله العظيم بتقول لك حاجة غلط. لا يا صاحبي ما اظنش انها هتقول لك حاجة غلط يعني، هذا السيستم واعي قوي، فاكر سيستم شركة ايه ولا ايه؟ صورة قوية يعني، بس الدنيا جميلة. كويا ياسر عامل ايه يا باشا؟ بوم محمد ويام، شكرا على أول جيم للفيكتوري، شكرا شكرا لنور جيمز على الجيم حبيبي يا عبد الله. والله إن شاء الله النت مش عاملها معاك كويس طول ما أنت كويس يا كينج يا سور. مش بعيد عن بلعب بينج، مش البينج بتاعي اللي هو 60 بتاع، بس بحاول هي ما فيهاش يعني كفايترات، صعب ان انت تلعب في البينج ده اساسا. غير كده ان انا بواجه مشكلة في الجهاز بتاعي ان انا العب باف بي اس كويس في الاستريم وكده وبتاع، فبتبقى اللعبة صعبة بالنسبة لي جوه الاستريم.
عامل ايه في اللعبة الجديدة؟ والله يا اسطى اهو بنحاول نستكشف جوه الجيم اهو. لو حد عايز يجي يلعب يا جدعان، في دايموند 4 وست، يجي هننزل نكسر الدنيا. ايه يا محمد، جي جي. عاملين ايه بس انتوا داخلين على ايام امتحانات والحياة صعبة معاكم؟ يعني الشتاء بامتحانات، يعني المذاكرة ما فيش. اوكي الشتاء ده عايز نوم بس، هو صعب. انت انا ببقى لما اجي امسك القلم في الشتاء اساسا لما اروح امتحن كنت بتكتك كده، فاهم؟ هي يا عمي مش وقتك والله، ده وقت نوم حرفيا. ربنا يكون في عونكم والله. اه الشتاء يعني نوم صيف يعني سهل انك. اوكي ماشي، خلصت الجيم؟ ما ينفعش تلفر؟ يا ريت والله يا عبد الله يا ريت. وبعدين هو السيلفر والدايموند فارق لون بس، يعني فاهم؟ تلعب بس. تعالى اسف. انت في جيم ولا؟ انفايت على يوتيوب يا بوي. اوكي ايو انا اخرب الكلام، انا بقول كده. كده انا اللي هيلعب معايا ده من احسن منات ترند بير في العالم، اقوى من ترند بير في اسيوط. هو بينزل يكسر بس، يعني حرفيا بيعمل خط كده للناس اللي في التوب لين، يعني عارف انت داريوس وترند مير المينز لما بيكسبوا اللين بيبقوا بيعملوا خط كده، محدش خط ده لسه هتموت. هتلعب مع واحدة هيوتو ولا مؤاخذة يعني؟ عيوطة بس عيوطة أوي يعني. مش تعملوا رياكت يا جدعان للستريم، عايزين الواد اللي بيضحك ده على طول يبقى موجود ما بيننا. روق روق الكلام. ده بس ايه رأيك في الاسم؟ يا اسطى عيوطة فوق، عيوطة فيريان، فيريان تو. طب اشمعنى يا اسطى فيريان تو؟ طيب آدم شكرا لك. شو عندك كاريزما؟ مش تعملوا فولو برضه يا جدعان، الناس اللي مش عامله فولو. فيرجن قلنا ما فيهاش كابتن، تلاقي حد عيوطه غير الفاظه. غيرت المكان ولا ايه؟ فولو مانو حبيبي، بس شكرا بس. انا قاعد عند قريبي الفترة دي. نو يومي عيوطة عيوطة اسمك بقى اللي عيوطة.
ليتس جو نديها شن ولا شوجز بقى جبنة؟ يعني هو أغلب الجبنة تبقى تنكات عشان نكون متفقين كده. always ending طلع يا جدع عيط عيط أوي يعني. سيو ميل هو ممكن دي توب تاني ولا من الشمس احسن تتحرق. العب ريليا تانك يا جدعان، الناس اللي جايه تدمر حياتي دي. ها وكان ريليا وركت يا اسطى، هنخرب الدنيا. فيندي توب تاني، انا ممكن اجوع ابيلتي انا على فكرة يعني، مع نعم عندي لاج وبتاع وكده بس. ودي لازم اجوع ابيلتي للاسف. السنون ده حرفيا جاي العب تانك وترانك يا اسطى، ما هي كده انا انك بقى حاجة ولا ايه؟ خد يومي كيرين كيرين هلعب كين توب، بس مش عارف انزل لها تبيه ولا جنايت. بالراحة يا ياسر العيال بالراحة. هريهم بليم يا جدعان، من ساعة ما دخل الشام سيلكت يمكن عاملين كده عشان الشامبيون الجديد. لا يا اسطى عادي، هما كل فترة يعني في كل سيزون مثلا بتلاقي اللول بيتغير شوية كده، ترجع مثلا ميتا تانك، ترجع ميتا انشنتر، ترجع ريديكالز يبقوا كواي فشخ، تلاقي البوتلين فاهم. بس السيزون ده اتسينك ان التوب لين هيبقى من اقوى الحاجات في اللعبه يعني، هتلاقي التوب لين ماسك طريقه كده وشايل الدنيا يعني، عشان حوار الليفل اللي بيبقى فيه ده الدنيا تبقى خربانه. والجانجل برضه حوار اللي بيقول لك بعد 40 سمايت وبتاع بيحصل فيه تغيرات كتير، فالموضوع ده جامد. فين تلعب؟ تلعب جوست تلعب اجيب لها دامج ولا فاكس اجيب؟ الجيم هيبقى صعب شوية بس حاول. خلصانة انا هفضل امشي ورا الايتمز اللي بيقترح عليا السيستم يعني. I think ان سيون حلو قدام البت دي، هيعرف يلعب الماتش دي يعني، مش هتكون صعبة. وانا هحاول باذن الله باللاج اللي عندي ده هحاول العب الماتش. وطبعا ياسر كيتلين ما تخافش عليه، اقوى عيوط هو بيقترح عليه بيقول لي اختار اللي انت عايزه تمام، مش هديها سيف معايا الايري، احاول ان انا كل ماكس كيو اول حاجه بعد السيف بيقول لي هدي تمام ماشي حلو. تظهر وبان ما جيت يا ولاد. هو المفروض نطلع يا جدعان من الجيم عموما نتلير يعني، نبقى واقفين في 5 بوينت عشان الانفيد والجو ده يعني. انا ممكن اليوم جاي من ظهري دلوقتي بسبب ان ما حدش
خمسة بوس جيل ترند ولا عنز. فاكر المدلين ده اللي كان قدامي؟ برضه قدام بين حافظ برضه على البوزيشن بتاعك في الليل. حلوة الحتة اللي هتركز بيها دي. ضيعت فيجن. حلو ممكن افتح دبليو وممكن افتح ايه. انا افتح دبليو هذي. على دي اصلا نايس 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 بينج. هو اسيوم ما تكسبناش. اسيوم ما تكسبناش. اسيوم قول ان انت تلعب الماتش دي يا اخي. هنيجي تلعب هنا هنقتلها دي الا لو الجونجل بقى معانا. فري كيل بالتوب معاه شورد والله. ماشي البت ضربت قشطة قشطة بيبقى حلوة خالص. ممكن اريكول عادي. ممكن اقدر تبي هنا وممكن لا يعني حسب. ممكن اسيب التبي المرة الجاية ممكن في كده الويب هتبقى وش عليا و عقبال ما تيجي من البيز. حلو حوار ان هو يقول لك مع كل ليفل يقول لك هتقوي يعني سكيلات. ما بقول لك انا قلت تقريبا المعلومه دي ولا لا، بس يعني بقول لك اللعبه بقت تسهل عليك الايتم وان انت تقوي ايه والجو ده فاهم. وكمان في الجونجل بتقول لك تروح انهي كامبات وبتاع فاهم. لا اللعبه بتسهل على اللعيب في نفس الوقت هتبقى صعبه يعني ناس كتير هتبقى بتعرف تلعبها فاهم. جونجل بقى صعب عشان حوار الكلب اللي بيجري وراك. مسنج والله يعني عارف هي راح تنام، بس هي لو قعدت هتموت يعني. انا محتاج ايه عملت الكول مثلا يا جدعان. انا محتاج ان انا اخش بسرعه انزل تحت الطاوله. عشان انا هاريكول بس كده انا عملت ريكول هنا.
نفس الوقت هي مش هتقدر تتحرك على الجنجل، لو اتحركت هتخسر الويفز دي كلها. فانا اديت امل لديانا هنا ان هي تروح الجنجل، ارجع اشتري انا بقى. ممكن اضغط بي ميد، هلف من ورا شوية عشان تعمل لي خرا دي. كمل ازاي بقى عادي؟ مش اوكي. حوار سمايت بقى رخم من سمايت لسه بقى كده. ما انا مبقاش يهيألك في اول جيم. يس انا شفت. لعبش جنجل بقى. هلعب سبورت على الساعة الرانك. انا عايز اجيب كيو في البيت، انا ماكس كيو. بس انا بلعب على الكيو فاهم. سينج بيت ممكن تروح بلو، فكره يا بلو يا سكاتر. يعني هحاول اخش الريف هنا. اوكي عملت كذا بلو. اقوى تمرين الفويس اخويا ابو عمرو، عاش من شافك يا اسطى والله حبيبي يا جدعان، من الناس اللي بتنزل قديمه. ارجع ارجع، ده انا واحد فينا يا بين. حلوة الكيو دي. يا ابني مساء الخير، مساء الخير يا بيبي ديبو، مساء الخير يا ديبو. ممكن اتحرك هنا الاقي بين هنا، اتمنى ان هم ما يمطوش قبل ما يجي. شكرا لك. ضربت الفلاش غلط، انا تراش تاو يا ابو عيسى. انا مضطر اخش انام دلوقتي، يلا تصبح على خير وانت نهار الخير يا اسطى. الفلاش بتاع عمان يا جدعان. الله العظيم. اوكي لا اهم حاجه الكاميرا، ممكن اخد بيت ايه هنا ساو كويس. اوكي ممكن ارسلت انا معايا شوية جولد عسل خالص. كان نفسي اجيب بين معاهم. هو بيقول لي الشادو فليم والزونيا، يعني هو راح لابس الشادو فليم فقشطة. لو معاك دارك سيل كان بقى الحال. بس ايدين يا بوي، هعمل معاه الجلاش اسلام صح.
ممكن اجيبها وان شوت. بك كده ما عاشت بيه يعني، ما فيش خوف على الاقل تحت دي. هما بيلعبوا 4 على 4، ماتوا يبقى منهم، ما ماتوش هما جامدين. اوكي هو البليد بيدي كام بس يا جدعان عشان ما خدتش بالي؟ يبقى باي با يلا ما فيهاش. تديني كارت اخي نارمي مين مين يا جدعان الاسم الجديد ده يا جدعان؟ احلى بيتزا يا كارت اخينا، شكرا على اللص كارت اخينا. جو 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 يا زوز، عامل ايه يا زوز؟ رجعت يعني، ارجعي انا بص هعمل لك خط كده من التوب والله. تقريبا البليتس بلدكم يا باشا، احلى بلد كرتخ عليك صح. هم يضايقوهم بس يضايقوهم، ينو ان هم يضايقوهم هيلاقوا التبي بتاعي. اتمنى ان البت ما تجيش تاني. اوكي انا بالي باري قصدك. اوكي نورين يا جدعان، عارف اضرب لهم تبي ولا راح اموت منك؟ في تبي ايه. ماشي انا هرجع اشتري احسن عشان العيال دي. يا ليتني كنت في الميد والله. سبيد جيف مي سبيد بليز. العب توب انت اسف، العب توب العب توب. برضه بس هنا فين كارتخانية دي يا اسطى؟ ولا كارتخي يا عمي انت جاي تعمل لي ايرور في دماغي فين يا اسطى؟ باكستان فين؟ ايه؟ تقول انا بوت كويس يا جدعان ما اثرتوش ال نايس سي تيك ماي لاف. ماشي انزل انا بوت، انزل انا بوت. حاضر في شت داونات جامده في البوت يا رب كرمنا يا رب. اوكي تعالى يا سونا بس خليك جنبي يا ابوي. وايه ده يومي مالها يا جدعان؟ يومي واخدة الموضوع على صدرها ليه كده؟ طب ايه طيب يس؟ مالك؟ مالك عمال تتخانق ليه؟ خلاص مش مهم، مش لازم تتخانق يس. يا رب
تونا وات ار يو دوينج مان؟ طب شت داون مان في البوت يا عم ارحمني. اوف انت ليه راح تعمل ايه في الميد؟ مع الميد ميت بشات يا ولاد ابني. على فين متفايدة دلوقتي؟ مين اللي عليه شت داون؟ حلو حلو اطلع انا توب هطلع انا توب خلاص. مفيش شوية شات داونات عنب بس هطلع توب. شيخ سبيد شيخ سبيد معاد كلاد ازريال دي مش هجيب زونيو ولا جيبها مش هجيبها مش هجيبها ادخل اطلع الدمج وبكلاش دي ار فور ست جو 2 في 1 اوكي اوكي اطلع توب معايا تبيه يا رب ما يموت قبل ال يا رب ما يموتوا. عايز اطلع اقرن بس شويه في التوب وبعد كده ممكن انزل لهم دي. خطيتها بقت بتعور والليفل بتاعها قاعده نايس. انا هجيب في الطريق يا جدعان ايه ده؟ العيال دي برد قوي يا جدعان ايه ده؟ اوه Thank you.
يومي عامله لهم قلق اقسم بالله يا جدعان، مش هخليهم يلعبوا الجيم. قرا عليهم والله العظيم، قرا على ميتين هم فيه. مش ايه عايز كده 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 ماشي. هتبر اوكي هتبر اوكي البرون البرون كمل برون كمل برون ويا روحي جي ويل بلاي ويل بلاي تكما. خد قلبي خد قلبي يا صاحبي. زونيا ولا فاكر جيب زوني عشان العيال بدأت فوكس عليا. مش معايا ده مش كويس يعني مش وحش. عم حسن اخويا الماستر عم التوبين يا ياسر قلبي خد قلبي يا ياسر حبيبي ياسر اخويا الكبير. بلعب مع ياسر وبتفرج على ياسر يومي كله ياسر يا جدعان. اقتل 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 ارجع. انا ممكن اطلع بش طب يا اسطى لف وشير وكل كده على قلبك حبيب قلبي يا اسطى والله. في واحد صاحبنا ادانك في البودكاست مش دعوه بيه كمل مني المفروض اطلع بش طب يعني بس يا ابو يومي يا جدعان بتضرب جامد يومي بتضرب جامد هطلع بس طب اطلع بس طب ومعايا ال معايا تبين اوكي عايزين كده في حد هيجي فنس هنا يعني مش معايا فلاش. شفتك كلهم هنا خمسة اوكي وش انت يا جدعان ايزي ايزي يا برونزات يا برونزات ايزي. ادخلوا كلكم ادخلوا ضربت بيه حرك على الميد حرك من ورا حرك من ورا مش محتاجني ارجع خلاص ما يتصور. لعيب اقسم بالله لعيب والله لعيب هاي صار عادي يا صاحبي عادي عادي نايس اهم حاجة ان انت حققت الذات فاهم يا صاحبي حققت الذات وخلاص بقى مش خلاص يا جدعان خلاص لو معايا فيدر ستيك جونجل هتبقوا جامدين طرش يا اسطى دي انا برضه خربت الدنيا ثم معاهم ادري ويوم هم اللي كانوا واقفين الجيم بس طبعا وكينن بتاعتي كانت معاقة جدا شوية برضه
عادي بس عادي عادي كول. ده بي انت يا جدعان خلاص يا ابوي. ايه ده شوية جولد ده؟ انا يا جدعان هرجع اشتري دلوقتي. المفروض ان انا لو جبت السكيلات بتاعتي في التيم فايت هعمل جلبان. لو جبتها بقى في بارون بعد دقيقتين المفروض انزل انا بوت بريشر في البوت. انا رايي ديسكاب احسن من فويد الجيم ده عشان محدش مشتري فيهم بتاع ده ايتمز خالص تانك. لا عادي بالعكس يعني كده الحالتين في الفويد هتطلع ده مش سواء جاب قدامك ماجيك لسه او ما جابش في ارخص من الاسكال. هتلاحظ اساسا في البرو في البرو بلاير بيجيبوا السارتو على طول للايتم اللي بتزق دي بعد كده بيجيبوا الفويد على طول ساعات يعني. يا ابني ريلاكس يا ابني. الهيرت السيل دي كله بيجري بيها يا جدعان. في بارون بعد دقيقة. ايه ده؟ يومي شات داون مين؟ ماشي مين يروح يجيب بارون بقى؟ اخ البت واقفة هنا. ماشي مش كده. ما كنتش عايز نبقى اتنين في البوت دي. قشطة انا معايا تي بي وهو معايا تي بي برضه ان احنا نلحق نضرب ال بي على البارو الاولاني ما راحوا بارو دي. خير خير خير. تنسوش تعملوا رياكت يا جدعان الستريم. مؤمن شكرا متفي متفاي متفي اي حاجة شكرا على انت عملت ايه. ماشي هنزل بوت تاني يا عم سيول. روح معاهم بالله عليك معاهم. احمد شكرا على الاكل. هو ازرق بس اللي عامل جلد. ليفل 16 ايه في ورد ورا حد يجي فينس طيب ولا هم هيروحوا يعملوا فايت؟ يا ابوي لايت الماجيك خلاص. عملت وان تارجت يعني هما ما كانوش واقفين جنب بعض للاسف. للاسف ما كانوش واقفين جنب بعض كل واحد في حته. الحاجات اللي زي دي انا مش مع التيم انا بيجي عشان كده نخسر. هيجيبوهم هيجيبوهم مش هيقدروا مش هيقدروا عليهم. عايزين انت هيل. في حد جايب انت هيل؟ ماشي عندنا التلاتة انتي مش هجيب انا انتي. ماشي مش هات البوت هات البوت. حلو حلو نايس اي كيو والله بتشغل دماغك. دوج انت سنة شوية بقى. عاش يا ابني والله. خد ال ها جابها 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 جاب. اجيب ديسكاب مش عارف. ليش الفايت الجاية تبقى خرط في كده. اتنين دول يعني صعب اموتهم يعني. انا لقيت بين قدامي كويس انا جبتها. خايف ادخل ولا صار للاسف يعني هندخل انا اخسر الجيم. مش هنخسر لو خدوا بالهم فاهم. هو ايه ده؟ ايه اللي ضربني كده؟
ثانية بس، هي ليه جونجل ما جاش؟ يعني أقسم بالله أنا ما يعني هتاخد البريك. نايس نايس، في تي بي ورا، نايس. كمل يا صاحبي، كمل يا صاحبي، جي جي، خلص جيم، خلص جيم، خلص جيم يا زميلي، فكك منه يزريل ده. ايوه خد منه ضرب، انت انا عارفك حمار ضرب. بلا بارون بلا بتاع، جي جي، هم عملوا اف. نايس نايس جيم، ايزي. تمام. ممكن اعمل هونر لياسر. اللي بعده على طول ياسر، مفيش وقت، لا وقت للفيلم والتوكسوكي، التوكسوكي اللي انت هتطلعه على يعني. انا عارف هو كل اللي اسمهم ياسر توكسيك يا جدعان. انت توكسيك يا ياسر، دي رايت باك. ياسر ياسر توكسيك، صح يا اسطى، انت صح يا اسطى، وهو اعتراف يا جدعان من ياسر لياسر. يا راجل بيبك تونه، لا اكتر الحب اخويا امير. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ نو تايم يس. يا اسطى لعبنا سيون مالفيت زاك سيواني تشوجاس وكسبنا الجيم فول تانك. توكسيك توكسيك يعني، مفيش كلام. اغنية طفيها بدل الراب، ايه طفيها بدل الراب دي اصلا؟ طفيها دوت باك يو مي. اوكي طب انت هتنزل بقى توكس ميد، انا خليني العب بابيليتي توب برضه وبتاع، ماشي ممكن اجرب لكم كسانتي يا اسطى. ما الفول تانك تلاقيك انت جبت البيلد اللي هو ما بيموتش، هو التانكات دلوقتي مش هتموت تقريبا. ربنا عوضنا، ربنا عوضنا على السنين ده. والله في اغنيه اسمها طفيه يا اسطى، انت خلايجه لعبوا في دماغك يا اسطى بالاغاني اللي بتسمعها دي يا عم. اروح لهم تانك، نجرب شوجا الصيف، بيقولوا ان هو قوي. انت عارف هو ناقص ايه في السيستم يا جدعان؟ ناقص ان هو يجي يعمل لك الريفز بقى وخلاص كده خلصت، فاهم؟ انت تنزل تكتيك بس، تجيب سكيلات والتكتيك كده بقيت لعيب تتحرك صح. دي مصريه اسمها سابي خليل برضه، مش ماشي وراك يا عم انت، يا عم تودينا في داهيه. يو دوت جي جي، انا احد الفانز هو طالب شوف يا ابني.
الكرة بدأت تتغير. انت شو جس ايه، هدخل اتشيك عليها الاغنية. يا رب السرعة علينا يا رب. اسمها ايه الاغنية؟ صفية. صفية. لو خسرنا يبقى حظ. جرب يا باشا اللي انت عايزه اعمله يا باشا. سكوير هيد. مين سكوير هيد؟ اه المسطح هيخرب الدنيا. لا يا امير، امير كده بقى، خلي بالك خلي بالك عشان انت الدنيا بقى تبوظ معايا. خلي بالك يا اسطى كده الغربة فرتجك. هجيلك قريب. اه يا ابو راس مطلعه، تعالى هي بقت ميتا انه يدخل ميد لينت شامبيونات توب. بيحصل كتير، كان معاك سيون ودلوقتي اتروس. عادي يا اسطى، ممكن عشان بري سيزون بس، ف كل واحد بيطلع اللي جواه وبيجرب عادي بس، فلسه الناس بتكتشف ايه الكويس وايه اللي بقى. قول عند الرقم هو بيقول لي هات دي، بس انا هجيب دي. رود اوف ايجز دي للابيتنس. ويبدي في يعني انا من الايتمات اللي جبتها اهو في الميسك، يعني انا جربت دي الجيم اللي فات. لا انا عجباني دي اكتر، دي لعبت بيها كذا جيم بصراحة جامد. خناق خناق. عادي بكرة يا صدرو. البنج عالي جدا، قشطة عادي. عيوطة قلب. عادي بالتانك في بنج عالي، عادي تلعب عادي. انت مهمتك كتانك لا تفرم، ما تموتش، تفرم وخد ضرب. على حاجة ان الشم بتاعي هايل برضه، يعني جارينا هايل انا هايل.
ثانية بس، هو هيكم الصرف ايه؟ سطر سايد عشان الواد جاري معملوش ليش؟ انا ممكن يكون الصرف راخ عادي. اسر يا سمارت. اوكي شو ده صح، انا كنت خربان خربان. بص انا هفلش هفلش. بص السبورت يا ابني ما يتني. يا ابني ما يتنيش. اوكي لاكس سبورت معايا بتقول جونجل ديف في الشات عشان هي اللي دي كاري اللي معايا 213 مرة ودي 8 جي جي. اس جونجل ديف شو هتقص ازاي وحش كده بس؟ نايس نايس كيو يا اسطى. سيرت القاعدة نمبر 1. مالكش دعوة بالشات اللي بيتكتب في لول نهائي عشان الناس اللي بتكتب في الشات بص دماغهم يا ابوي مش عارف مش عارف دماغهم فين والله، بس هو ما فهمش دماغي يعني. فك تعالى نكتب يا تكتب جملة مفيدة فين؟ ما تكتبهاش بقى كله بيهبط فاهم. قعدت وتسابنا اللعيب اتجنج و ايش حط الفيجن الجون نازل بوت سايد تمام، بس انا معايا مع الجول ده بس متخلفين والله، بس ما ينفعش تركز معاهم تتعب والله. هاخد بس بريدادي لو فضل قاعد شوية تاني. عايز استاك بدري نفس الوقت، عايز اتخانق معاه استاك والله. يلا كان زماني وفرت العشر ثواني دول في الار الجاية. سكواد ده واقف تحت الطور كده، ما عندوش فرصة ان هو يموتني. وان بي وان اوه البليد بيبدي 175 حلو الكلام ده. ريال قعدت طول السيزون اعمل لهم بوست شكلهم بيلعبوا معايا دلوقتي. البوست حرام بس ما تعملش بوست ده خلاص، مش هتقابل اشكال وهو معاك عشان هفضل بس اخر كده من بعيد عشان لو معاك جونجل راح افلش. حبك كده جاري وانت مسيطر على اللينك ده يا جنب. اوكي هكمل يا اسطى ورايا يا اسطى. اوكي ممكن استاك ولا فايت معاه. هو جارين يا ابن العيال مو ده نايس. هدي 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 من ازاي هوب
يا ابن المرة، المايك ار مش يا ريتني ما فايتيت يا جدعان. دونت فايت وستانك، دونت فايت، انت مش محتاج انت تموت اللي قدامك. لا فرم. يا الخرا، كل خرا يا نفسي، كل خرا. زيرو اتنين بول بلاي. يا اسطى شفت يا اسطى التريبل بتاعت هيكريم؟ والله شفتها. ماشي ماشي، دعوة جامد كده، مش مش هتخانق معاه. ربنا يرحمنا والله، كسر عظم وشي من المرة. انا هستكفى ورات واكبر، بس يعني ربنا يديني الصحة واكبر. اضرب يا صاحبي براحتك براحتك براحتك. ربي كيو اي نص تشي اقتلوه ده يا جدعان. هاش وول بلاي لعيب. ماكس فيو ميسنج. جارين جارين عندك، جارين ميد، جارين ميد. هاي يا اسطى، ده نور الأوضة يا اسطى، نور الأوضة. يوم 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 شكرا لك. عشرين هتلاقيه خبط دماغه في الشاشة. دي نايس الحسن، طب لي اقوى تطبيله في الكوكب. اي طب لي نايس. تمام ماشي، بعد ما تسعة انا تسعة. حلو مش وحش. اوبا راسي يا أمه. معايا عار ومعايا عار، مش هنطلع ايه ده؟ ده كانون. كانوا بس بيقصدوا في الهزار ولا كانوا بيفا كلها بي بس هو كده عشان نخرب. نايس
يا رب يا رب ما اموتش يا رب تحت الطاوله. يا رب يا رب اعمل فيها وتبلي يا رب. رقصني يا جدع. ترجع اشتري وايت على فكره واجي لك عادي والله اسيبك الليل عادي. معايا تبي انت مش معاك يا كلب. موت 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 يا صاحبي موت يا صاحبي موت 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 يا صاحبي موت. مش فاهم البوت ليه بيروم من من البوت التوب. كيو اي ار ايزي في بارمر. عايزين نجيب مش هجيب الجارين شامبيون خرز ورا جنب راح اسيب منه البتاع بكيو. ادري هو كلوز والله والله كلوز. عايز تضيفه؟ هدي 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 يا صاحبي. قول بلاي قول بلاي يا ماي سون. اطلعوا لفوق بس شوية. خد الورد دي هنا عشان الورد دي ممكن تتشال. هدي بور ستاك اكبر. مش عادي عادي ده بسيطة بسيطة. تمام مش سيب لهم اللي هنا يا ابني بيفرموا عادي براحتهم. تمام مش عايز المعلم على جرم في التوب. نايس محمد شكرا. كنسلت الريكول الصب المسكين. عين طمرش بيهم. طب ايه الميد لين بيتنسف. اضرب. بحاول اجيبها من ورا بس معرفش. ماشي ممكن اضيفه؟ عكس فكرة القرارين اللي انا خدتهم يا جدعان ان انا اروح ميد بعد كده ارجع اخرتني على البيت تاعي بصراحة. طب ايه طيب هما فاضل لي واحد اور بس بعد كده الباقي كله عشان جينات. اوكي ماشي اقتل يا زعيم. ده رانك ايه ده يا برو عشان ما خدتش بالي. ده دايموند اربعة دايموند تو دايموند اربعة وتو ويست. بالله عليك بالله عليك الطار بتاعك في البوت يا جدعان. حد يقل خلاص انا جي جي بول بلاي لعيب. مدريش الصن بس لعيب والله خلاص. ايه طبعا انا مات دبل يا جدعان عشان سهل ان هي تيجي عن كيو بصراحة. اهم حاجة الدريك الجاي ده. عشان عيب نبقى فايزين كل اللي نات يا جدعان نوصل دريكات والله. ماشي شاركول. تمام.
مش هنزل بوت معايا ولا بتاع توب بتاع توب بتاع توب ولا ايش ايش فاضل دقيقة على الدريك عادي خليني كده لو موجود يوم 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 فلاديمير بوت لا خوف عليكم. مين اللي جاب سبير في شوبي؟ فهمت؟ نايس. ايتم دي كول داون يا جدعان ده بدل كيوات 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 كيوات. جي جي. يا ده اهو 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 يا ولد ميت الكال ولا يوم يوم ولا يوم 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 يا ياسر العيب. نظام الفوت ده الجديد ده بيقدر تلاقي كله عامل موافق على الاوبجيكتيف تروح تاخد الاوبجيكتيف تلاقيك لوحدك يلا. ايوه بقى يعني فاهم انت هو بيسهل الدنيا والناس بتعك وبتاع شوفكم ضحك خلاص ليك كفار من خالص يا ابن المراه يا ابن المراه هيرون كنت ياي نايس ازيد انا لو بالي والله لو بالي. طب ايه تلاتة دريك هو الميدلين اللي مخسرنا يعني امين امين نايس فلاش يا جدعان حد شافه صح؟ الورد دي في الميد نادي 14 يعني امك ايه ده؟ سريع ليفل انا جاي مد امنوا مداخي باشا داخي اضرب دي ضرب ده عشان ما يجريش بيها يا جدعان هيل يا بوي يا بوي نايس هيكرم فيد نايس هيكرم فيد نايس ده فايت 5-4 عايز اعرف هما بس التيم ده كان فين كان بيلف فين عايز افهم والله فكرة ضربني بخمسة يا بويش نايس سكيورات يا جدعان نايس صرنا الجيل مش بيتر جونجل وينز والواد جارين ماشي عشان مش كسبان اللي يا جدعان مش هتكروني يعني يعني ايه بيتر جونجل وين على طول شفت يا اسطى الرساله كانت بيتر جونجل وين على يا رب هو ايه الدخله دي اوكي اوه كنت هجري عندهم برادمير وبتاع
يا ريت وما نزل بدمج نت. سيف مين ولا مين؟ عايز اعرف بس هم يعني زي الفل كده. اتوبس ده بلينا ليفل 12، هو جاي جاي يضحك الناس بيه، هو جاي يضحككم فاهم؟ ايتم دي فاضل لها كلت، محتاج كوم ارمود بعد الايتم دي. فكرة ان الدريك الجاي ده لو خدوه نايس يو. نايس اي كلاية اي كلاية وقشطة. انا جاي انا هجري، هترك سلسة جاي. الله اكبر عليك يا ابني، ربنا يحميك. مش كاريزماته، اجري يا حبيبي اجري. هاتوا بصراحة ضحك الانمي، تعال اجري جنبي. ضحك الانمي اتروكس كمان وكمان ضحكهم. ارجع اشتري يا عم، الله يفضحكم يا اخي. عايزين ارمور يا صاحبي، عايزين كوم ارمور. لو طلع توب يا رب ناخد دريك، يا رب يا رب يا رب الدريك يا جدعان. دريك بالله عليكم، بالله عليكم كيف في طوارئ في التوب وهات دريك؟ ماشي محدش راح ليه يا جدعان؟ دريك دريك جايس، لا تتوب ليه؟ ما تتبني يا بنت ميت الكلب. اوبن 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 والله اوبن 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 يا كلاب اوبن دوج دوجز جمع دوج يو ار دوجز. 11 مبسوط بيك يا ابني والله. من حرام والله يا جدعان، حرام اللي تطلع في ستول. يا جدعان احنا كنا كسبانين يا نات. عادي يا بتحصل. ماتريكس ده مضحك قوي. ايه ده؟ ازاي كده؟ يقعد يقعد انت ازاي كده؟ بونس اضرب يا عم، يا عم اضرب اي حاجة يا صاحبي. عارف الطار؟ عارف البيزا؟ روح يلا يلا يسكت. جي جي 06 02 احلى اسيست حبيبي. ده الواد اللي كان الجنجل ده، خلوهم كل الدركات و... كان بي كان بيطلع في دانش غريب بصراحة. ماشي شو جاس، ممكن اكون عملت له بيلد غلط انا، بس انا هنزل بشيل نكس بقى. اديله هونر يمكن ربنا يمتعها عليه يعني الجيم الجاي. يمكن ياخد حاجة معنوية كده فاهم، ما يعملش انت الجيم اللي بعد كده. يلا ميتين اهو. عادي عادي تحصل تحصل، فاك مع أكتر ناس لعيبة في الكوكب عادي.
شوف شن بقى يا جدعان، ممكن يعني كفيترات ممكن انزل بسد العب في بندل ولا جرب جاكس سبير اوف شوجن. ست انا جربته تانك صح يا دوب مفيش وقت. يعني بص مثلا على الكاري الجيم اللي فات بتقول لي فلاديمير يلا. فلاديمير كان شغل هكرم هكرم كرم. بس هكرم فلاديمير برضه طلع ده يعني كده كريم. سالاد الواد الميدلين كان غريب بصراحة المعنى كده يعني. كانش حاجة بصراحة خالص موجود. فده رانك ايه ده؟ انا لقيتش حلو برضه بصراحة عشان ما احورش. مين تو بلاي راوند 4 جربوه. صبح صبح بس 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 هبقى ندى اترس مش عايز اشوف لسه كان بيلعب قدام جارين. هيمو توب بايظ عندك فلاديمير. جيم ابتدى مش مانجا عمري ما كسلت في رابع بار اعتبرني تامن جار بس ما بدفعش ايجار حمائي عشرة انا ناوي على الفلاشة بلاوي انا بتصرف لوحدي انت بتكلم ببلاوي لابد ان تجاوبني هو انت بجد لي ودني خلاص معلش اهو سلافي ابشر اخويا عادل ابشر يا باشا مش عارف اذكي كده
باندو. حتة ست ولا فاكس؟ هو جرب رينجر بالهارت ستيل دباح كده، معرفش ألعبه رينجر. سألت معاك بصراحة. عاملهم مين الجبنة؟ فور جوين نوت راندل. بنلعب كونكر بقى يا جماعة زي ما هي. المهم مش هو جربت تيمو تانك؟ لعبت بيه الايتم التريد سلو زمان بس مش جربته زمان. ليتس جو. مساكين وفي الشبكة كانسر. الواد التوبلين عنده كانسر، اما كل التوبلين عنده سيستم بيض. اللي بيضه هتقل بيكسر، معروف عنهم كده. اشتري السيف. انا اقول لك دوم، يلا بينا. ليتس جو. كله في الزبالة ما علينا. 5 بوينت يا جدعان بقى. عشان انا زي الجري مين اللي عمل البنج ده؟ ده بتاع البيت. هولد سيستم ايه؟ اولين حلو حوار البنج ده. ماي واي الاربع بنجات العاديين وفي البنج. مش معانا ال معانا ربنا. ليتس جو. ايه ماشي معاه الفرخة الصغيرة دي. حلو حلو. اولين صدنا. النهاردة يا كينج يا كريم. ايه الاخبار؟ طيب كسبانين؟ لسه دور الجيم. اول جيم ده؟ لا طب لا، ربنا معاك انت، ربنا يوفقك حبيبي. اروح العب انا مع العيال. انت نازل؟ اروح العب بلاي ستيشن هنا عند عبده في البيت، سهرين عنده. طب ماشي خلص الجيم ده وننزل. انت لاغيني اول ما تخلص لغيني. طيب ولا ايه؟ ولا خلاص انا خلاص. لا لا انا بستريم بس، انا خلاص خلصت يعني الجيم ده. ماشي خلاص انا تحت. طيب جبت انا فين وبتاع ماشي عشان ما اخليش ايه فاهم.
فايز. ولع الدنيا يلا. هو ما بلش ليه يا جدعان؟ يا ابن اللعيبة هو شايل الفلاشة دي يا ابن المرة. معوش فلاش يس، معوش فلاش، معوش تري، والويبة تقفلي حلو يعني. لكن جاست صوت والله العظيم تقفلي. وقفلي الويبة كده. خرع عليك يا ايه، خرع عليك والله العظيم. مش عايز تيجي ليه التوب؟ ايه الفلاش ده؟ هولد 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 هولد. مش فاهم يا جدعان، هو لو كانت حركة على التوب على طول والله العظيم. فين ام الخرا؟ شكرا لك. يا مخرة معايا انت اورن. يا مخرة معايا. لسه مش ساكن في مدينتي انا فاهم. مكست غلط، مكست غلط. الار 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 يا جدعان الار. الار 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 اوف اوف. اخ يا ديني. يا صباح الفل. صباح البرشام. يرويف يرويف يرويف. ايه اللي عملته ده يا جدعان؟ اه يا ربي. انا حط على الواد حطه سودا بس الاسكلان انا كنت غلط. ايه الدبليو دي يا جدعان؟ نايس نايس. اوكي ماشي. تيجي قريب تيجي قريب. انا اكس انا اكس على الوخيت. Thank you.
اوكي افوكس بقى عشان مش استنى اجنايت استنى اجنايت حاضر اجنايت اعلى منه ليفل بس مش استنى ممكن اديره حمل اجنايت بس عشان ايه ما ترولش عشان لو مت هسيب نفسي انا مت اوبن 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 يا برونز اوبن يا برونز اقتلوا يا اسطى اقتلوا اقتلوا ده برونز ده اقتلوا مش هطلع ميتينك في اخر الجيم اتقل اتقل كلها شوية ايتم كلها شوية ايتم وهتبقى بص ولعانة معايا اقسم بالله اتقل الصلاة ضربت بيه اهو يا عم انا كان حظ ده لا يا جدعان لا 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 انت مكتوب مكتوب ايه يا وشك نور هكسر وشك والله هنا الحظ اقتلوا يا جدعان اقتلوا يا جدعان محظوظ يا خلاص عرفت انك محظوظ مش خلاص خد الليل صح خد الليل اكسبه يا ابن المحظوظة لعبت اللين وحش قوي انا ندمان ندمان اني ما كسرتش وشه الجيم كله والله محظوظ لا والله كان محظوظ يا جدعان شويه بس ورش
هو ايه يا جدعان؟ ايه الحريق اللي بيحصل؟ مش فاهم ايه الهري اللي بيحصل ده. ياد موت ياد موت موت، ابص على دماغ اللي جابوه. اخ نايس نايس. اه لوز والله. يا جدعان كلات كلات ماشي اوكي. لاست جيم نخلص راح نخلص. بص هو كان ماشي يا جدعان، كله توب. اي شت داون اللي يجي منهم احسن منهم. ماندو بهو أكبر بهو أكبر. إيه إيه يا ولاد المرة، مين اللي خد الألف جولد؟ مين اللي هيكرم؟ مين اللطيف اللي خد العيال تقول؟ ايه باك؟ اوه نايس. يلا 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 كلوز كلوز. اكس اكس ان شاء الله. اللي جنبك كده انت تاني. حرك بوت ولا خليني توب؟ خلي دريك مش سنة فايت بوت. يا بوي جي 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 جي. اطلع طب انا اطلع طب انا معايا تبي تمام. كملوا انتوا قول ان ليه
نايس. حلو باش حلو باش حلو باش. في انهيبيتور في انهيبيتور ولا في انهيبيتور؟ واو عايزين يا روي. وكان في منهم كان ممكن اضرب بيه بس مش خليني زي ما انا في التوب. حصلت شوية جونجل هنا. اجري اجري لو لمحني دايما رجعني يعني. لسه معاه تو ايتم وداخل في التالت وانا تمام ونص مسكين. هما تقريبا هيجوا كلهم توب عشان يقتلوني ويروحوا بارون. قشطة انا باك عايز 50 جولد راح اخدهم في الجنجل بتاعنا. ايه يا جدعان الحاجات دي الساعة كبر ليه كده؟ ايه احلى ريكول. ممكن انزل بوت ممكن انزل بوت. بس يمكن انا كان 1 في 1 ديس يعني ولا ده يعني الميد والتوب دول ممكن اجيبهم 1 في 1. تخش تعملوا رايك على الستريم انا اضرب في دي. هتبرم 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 اوكي انا جاي. كويس انا هرجع اشتري مش هشتري اشتري حتى عندي نتحرك على الدريك كلنا. ليتس جو يا جدعان تعالوا الدريك يا جدعان تعالى يا السور. هجيبه 1 في 1 قطع يالا قطع يالا دمر يالا ورينا التكات بيحصل فيهم ايه. تعالى يا اسطى تعالى يا كده يا تعالى لوحدك لوحدك هاي صور.
مش فاهم هو ايه ليه سابنا ايه؟ ادخل اجيب الباور ده ولا الانهيبيتور. بارد يا حاج وليد. يا عم ليه يا باشا؟ يا عم اتخضني. انا لما قلت زعلت قلت في حاجه حصلت. عم ليه؟ الاسلام فين تحت يعني؟ تحت. اسمها اللعبه دي؟ لول. ايه؟ لول لول. الله انت عالي. اضرب بس. جي جي يا جدعان. ماشي اشوفكم بعدين ان شاء الله. يلا سي يو. ممكن نروح نعمل بوست. لا حد فاتح سكرين. شكرا لكل الناس اللي كانت موجودة. شكرا لأحد عمل رياكت وشير.